فصعد يوحنا من جابر وأخبر سمعان أباه بما صنع كنوباوس. فدعا سمعان ابنيه الأكبرين يهوذا ويوحنا وقال لهما: إنا لم نزل أنا وإخوتي وبيت أبي نحارب حروب إسرائيل منذ صغرنا إلى هذا اليوم، وقد أنجح على أيدينا خلاص إسرائيل مرارا كثيرا. والآن فإني قد شخت، وأنتما برحمة الله قد بلغتما أشدكما، فقوما مقامي ومقام أخي، وخرجا وقاتلا عن أمتكما، وليؤذركما النصر من السماء. وهنا سمعان ابتدى يدي القيادة لأولاده الاثنين يهوذا ويوحنا، وادهم سر النصرة اللي هي من السماء. وانتخب من البلاد 20,000 من رجال الحرب والفرسان، فزحفوا على كندباوس وباتوا بمدين. بمدين دي اللي هي البلد بتاعت المكابيين واللي كان مدفون فيها اخواته وابوه. ثم قاموا في الغد وانطلقوا الى السهل، فإذ تلقاؤهم جيش عظيم من الرجالة والفرسان، وكانوا بين الفريقين وادي. فنزل يوحنا بإذائهم هو وشعبه، وإذ رأى الشعب خائفا من عبور الوادي عبر هو أولا، فلما رآه الرجال عبروا وراءه. بيخافوا تمام ينزلوا ناحية الوادي، لأن الوادي حيبقوا في منطقة تحت والأعداء بيبقوا أعلى منهم، فالسهل إن اللي فوق يكسب اللي تحت. لكن هو تشجع وعبر، والشعب كله عبر وراه. ففرق الشعب وجعل الفرسان في وسط الرجالة، وكانت فرسان العدو كثيرة جدا. ثم نفخوا في الأبواق المقدسة، فانكسر كندباوس وجيشه، وسقط منهم قتلى كثيرون، وفر الباقون إلى الحصن. الأبواق المقدسة دي كانت من أيام يشوع ابن نون، وظل الشعب يستعملها في الحروب ويستعملها في الهتاف في أيام الأعياد وفي العبادة الهيكلية. حينئذ جرح يهوذا أخو يوحنا، وتعقبهم يوحنا حتى بلغ كندباوس إلى قدرون التي بناها، ففروا إلى البروج التي بأرض أشدود فأحرقها بالنار، فسقط منهم 1,000 رجل، ثم رجع إلى أرض يهوذا بسلام. وهنا كسر الجيش اللي كان بيهدد أمنهم وانتصر ورجع إلى مكان اليهودية. وكان بطلماوس ابن أبوبس، بطلماوس ده يبقى صهر سمعان يعني جوز بنته، قد أقيم قائدا في بقعة أريحة، وكان عنده من الفضة والذهب شيء كثير، وكان صهرا للكاهن الأعظم. صهرا يعني جوز بنت سمعان الكاهن الأعظم، فحب ان هو ياخد القيادة من سمعان، خصوصا لما رأى ان سمعان اداها للابن يوحنا اللي هو انتصر قبل كده. فتشامخ في قلبه وطلب ان يستولي على البلاد. خدوا بالكم بطلماوس ده مش من المصريين، بطلماوس ده واحد من شعب اسرائيل، اسرائيلي. وقد نوى الغدر بسمعان وبنيه حتى يهلكهم. وكان سمعان يجول في مدن البلاد ينظر في مهماتها، فنزل الى اريحا هو ومتاتيا ويهوذا ابناه في السنه 177 في شهر شباط، اللي هي تساوي سنه 234 قبل الميلاد. فأنزلهم أبو إبليس بحصين قلنا قد بناه يقال له دوق،
وهو يضمن لهم الغدر وصنع لهم مأدبة عظيمة وأخفى هناك رجالا. فلما سكر سمعان وبنيه قام بطلماوس ومن معه وأخذوا سلاحهم وثبوا على سمعان في المأدبة وقتلوه هو وابنيه وبعضا من غلمانه، وخان خيانة فظيعة وكافأ الخير بالشر. تيكوس أن يوجه إليه جيشا لنصرته فيسلم له البلاد والمدن. وهنا جت الخيانة من وسط شعب إسرائيل. وجه قوما إلى جابر لإهلاك يوحنا، يوحنا ده اللي هو الحاكم الشرعي ابن سمعان، وأنفذ كتبا إلى رؤساء الألوف أن يأتوه حتى يعطيهم فضة وذهب وهدايا، يعني حاول يشتريهم بالفلوس. وأرسل آخرين ليستولوا على أورشليم وبنى الهيكل. فسبق واحد وأخبر يوحنا في جابر بهلاك أبيه وأخويه، وإن بطلماوس قد بعث من يقتله. فلما سمع ذلك بهت جدا وقبض على الرجال الذين أتوا ليقتلوه وقتلهم لعلمه أنهم يريدون إهلاكه. وبقيت أخبار يوحنا وحروبه، ده اسمه يوحنا هيركانوس، وده اللي تولى قيادة شعب الله من سنة 134 قبل الميلاد لغاية سنة 104 قبل الميلاد. وبقيت أخبار يوحنا وحروبه وما أداه من الحماسة وبناؤه الأسوار التي بناها وأعماله مكتوبة في كتاب أيام كهنوته الأعظم منذ تقلب الكهنوت الأعظم بعد أبيه. كعادة أي حد بيملك ورئيس الكهنة كانوا بيكتبوا سيرته أو حكايته في كتاب ويحفظ علشان يبقى في التاريخ. وهنا انتهت قصة سمعان اللي كان الشعب كله بيحبه وفرحان بيه واللي قدر فعلا يحقق الحرية والسلام والرخاء لبيت إسرائيل أو لشعب إسرائيل. العجيبة أن الفترة دهية أو شخصية سمعان دي سبق وتنبأ عنها زكريا النبي قبل ما تحصل بمئات السنين، بحوالي 400 سنة قبل ما تحصل، ودي نلاقيها في سفر زكريا الإصحاح الـ 12. وإزاي أن سمعان ده اللي غدر بيه واتقتل بأيدي قريبه بأيدي إسرائيلية وخان خيانة عظيمة كان رمز للسيد المسيح. ففي سفر زكريا إصحاح 12 عدد 1 بيقول وحي كلام الرب على إسرائيل، صفحة 1351. وحي كلام الرب على إسرائيل يقول الرب باسط السماوات ومؤسس الأرض وجاب الروح الإنسان في داخله، ها أنا ذا أجعل أورشليم كأس ترنح لجميع الشعوب حولها، وأيضا على يهوذا تكون في حصار أورشليم. يتنبأ أن يهوذا وأورشليم يعني اليهودية وأورشليم بالذات ستحاصر من أمم كثيرة وستحارب محاربات كثيرة
لكن اورشليم دي هتبقى كأس ايه؟ ترنح، يعني هتدوخ الشعوب اللي حواليهم. وده فعلا اللي تم في فتره المكابيين، حاولوا ان هم يفنوا شعب اسرائيل مرارا كثيره ولكن محدش قدر عليهم. ويكون في ذلك اليوم اني اجعل اورشليم حجرا مشوالا لجميع الشعوب، وكل الذين يشيلونه ينشقون شقا. حجر مشوال يعني حجر تقيل، وكل اللي يحاول يشيله يتشق تحتيه او ينقسم تحتيه. ويجتمع عليها كل امم الارض في ذلك اليوم، يقول الرب: اضرب كل فرس فرس بالحيره وراكبه بالجنين. يعني كل جيش عدة، سواء العدة من الفرس من الخيل أو من اللي راكبين الخيل، أضربهم بالحيرة وبالجنين. وأفتح عيني على بيت يهوذا وأضرب كل خيل الشعوب بالعمى. فتقول أمراء يهوذا في قلبهم إن سكان أورشليم، أمراء يهوذا اللي هم المكابيين، يهوذا المكابي ويوناثان وسمعان المكابي. فيقول أمراء يهوذا في قلبهم إن سكان أورشليم قوالين برب الجنود إلههم. في ذلك اليوم أجعل أمراء يهوذا كمصباح نار بين الحطب وكمشعل نار بين الحزم، فيأكلون كل الشعوب حولهم. يعني هيكون شعلة نار تولع في كل الأمم اللي حواليهم وتبيد كل الأمم اللي حواليهم بينما هم يبقون. فيأكلون كل الشعوب حولهم عن اليمين وعن اليسار. فتثبت أورشليم أيضا في مكانها بأورشليم، ويخلص الرب خيام يهوذا أولا. خيام يهوذا يعني أرض اليهودية في الأول، وبعدين يخلص أورشليم. وده بالظبط اللي تم في تاريخ المكابيين، حرروا أرضهم الأول وبعدين في الآخر حرروا قلعة أكرا اللي كانت متحكمة في أورشليم وفي الهيكل، لكي لا يتعاظم افتخار بيت داود وافتخار سكان أورشليم على يهوذا. في ذلك اليوم يستر الرب سكان أورشليم، فيكون العاثر منهم، يعني اللي بيتوقع ويتشنكل في ذلك اليوم، مثل داود، يعني الضعيف جدا اللي مش عارف يمشي اخليه في المد والعظمه زي داود. وبيت داود مثل الله، مثل ملاك الرب امامهم. ويكون في ذلك اليوم اني التمس هلاك كل الامم الاتين على اورشليم. نصرة أورشليم يتمت زمنيا وحرفيا في أيام المكابيين. وزي عارفين نظام دورات الزمن، اليهود حاليا مستنيين أن النبوة دي تتكرر تاني، وهو ده رجائهم اللي مستمرين عليه دلوقتي، أن كل المنطقة اللي حوالين أورشليم مهما اجتمعوا عشان يحاربوهم، هم منتظرين أن النبوة دي هتتحقق وان النصره هتبقى من ربنا لخلاص اورشليم، وان اورشليم تسود كل المنطقه دي مره تانيه. فهنا زكريا تنبأ عن انتصار اورشليم وسيادتها، وانها تاكل الشعوب اللي حواليها كلهم. وبعدين يجي يتنبأ بنبوه خاصه عن سمعان والغدر اللي حصل له، والغدر اللي حصل له من ايدين قريبه، من ايدين اسرائيلي زيه، مش من ايدين الامم. يهوذا مات بايدين الامم، ويوناثان مات بايدين الامم، لكن سمعان مات بايدين شعبه، واحد غدر من شعبه اللي هو صفره. وأفيد على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات، فينظرون إلى الذي طعنوه.
وينوح عليه كنائح على وحيد له، ويكونون في مرارة عليه كمن هو في مرارة على بكره. منظر شعب إسرائيل كله هو بينوح على مين؟ على سمعان الكاهن الأعظم. طبعا في دورات الزمن كان سمعان الكاهن الأعظم ده رمز مين؟ للسيد المسيح. سينظرون إلي أنا الذي طعنوه. وينوح عليه كل أرسلين وأفيد عليهم بنوع النعمة والتضرعات اللي هو الروح القدس اللي يدكت الناس لأنها مدت إيديهم وطعنوا. بس مش طعنوا بقى سمعان، ده طعنوا السيد المسيح نفسه. واتكلمت الطعن، الطعن بغدر بيد يهوذا اللي هو أليفه، اللي هو قريبه، اللي هو من شعبه. وفي ذلك اليوم يعدو من نوح في أورشليم كنوح هدد رامون في بقعة مجدون. ده في سفر أخبار الأيام، الحتة دي اللي اتقتل فيها الملك يوشيا. يوشيا ده كان من أقدس ملوك يهوذا، واللي قام بنهضة وبثورة جبارة روحية وتوب الشعب ورجعه لحضن ربنا، لكن يوشيا ده اتقتل في موقع اسمها هرمجدون، اللي برضك بنشوفها في سفر الرؤيا هتحصل في نهاية العالم عند أورشليم لما تحيط بها شعوب كتيرة. وتنوح الأرض عشائر عشائر على حدتها، عشيرة بيت داود على حدتها ونسائهم على حدتهم. ويبتدي يتكلم عن الحزن اللي ساب على شعب إسرائيل نتيجة الغدر والطعنة، وكانت طعنة بيد إسرائيلية لذلك الإنسان اللي حقق لهم السلام والرخاء والنصرة. وده كان رمز للسيد المسيح اللي حقق للبشرية كلها مش لشعبه بس السلام والرخاء والنصرة، لكنه طعن بيد إسرائيلية أتى إلى خاصته وخاصته لم تقبله. وهنا بنشوف أن زكريا النبي بالذات هو اللي ربنا كشف له عن الأحداث اللي حتم فعلا في التاريخ، خصوصا في فترة المكابيين اللي استمرت من سنة 167 قبل الميلاد لغاية سنة 134 قبل الميلاد لما قتل سمعان ابن متاتيا. وتولى الحكم بعد سمعان ابنه يوحنا اللي لقب بهيركانوس. ويوحنا فضل في الحكم من سنة 134 لغاية سنة 104 قبل الميلاد، وبعدين تولى أحفاده الحكم لحد سنة 67 قبل الميلاد. وفي سنة 67 قبل الميلاد ظهر قائد روماني اسمه بومبي. بومبي ده هو اللي صنع المجد والخلود للرومان، وبومبي هو اللي قدر يكتسح العالم كله. وكان من ضمن المناطق اللي اكتسحها كانت منطقة اليهودية. ومن سنة 67 قبل الميلاد صارت اليهودية ولاية رومانية رسميا، بقت ولاية خضعة للرومان. وفضلت تحت حكم الرومان لحد سنة 70 بعد الميلاد، لحد ما جه القائد تيتوس الروماني وخرب أورشليم وأحرق الهيكل وأبطل الذبيحة. ولم يعد ذكر لأورشليم تبع لشعب إسرائيل، أو لم يعد ذكر لأورشليم كمدينة للملك العظيم داود حتى سنة 1967 لما دخل اليهود القدس واحتلوها وبقت في ايديهم بعد حوالي 2000 سنة كانوا فقدينها. الزمن فيه دوراته وفيه تكراره. ايه اللي هيحصل؟
محدش يقدر يتوقع، لكن هما لحد دلوقتي ماسكين في النبوات بتاعة العهد القديم بأنها ترجع وتتكرر مرة تانية بالنسبة لهم حرفيا. بكده يبقى درسنا الفترة الأولانية، فترة المكابيين اللي فيها بولس الرسول اتكلم في الرسالة عن العبرانيين، عن هؤلاء التائهين في الجبال والبراري والمغاير وشقوق الأرض، معتزين مكروبين مذلين عذبوا ولم يقبلوا النجاة، كل ده من أجل تمسكهم بكلمة الله واللي قال فيها في الآخر ولم يكن العالم مستحقا لهم. سفر المكابيين الثاني ناخد فكرة مبسطة عنه كده، ما هواش تكملة للتاريخ بتاع مكابيين الأول، لكن سفر المكابيين الثاني دي رسالة مكتوبة بتحكي الفترة الأولانية من عهد المكابيين وموجهة لليهود اللي موجودين في أرض مصر. مكابيين الأول دي اتكتب من أجل اليهود اللي موجودين في اليهودية عشان يعرفوا تاريخهم، لكن المكابيين الثاني مكتوبة لليهود اللي موجودين في أرض مصر، رسالة خاصة بيهم وبتتكلم بالذات عن فترة يهوذا المكابي اللي هو القائد الأولاني اللي قبل يونسان وقبل سمعان، تتكلم عن فترة الاضطهاد اللي عملها أنتيخوس أبيفانيوس، وإزاي إنه أبطل الذبيحة في الهيكل، وإزاي إنه نجس الهيكل بذبح الخنزير، وبعدين إزاي يهوذا المكابي استعاد الهيكل وطهره وقدسه وأعاد تدشينه في عيد اللي إحنا سمعناه قبل كده اللي هو عيد التجديد، اللي نفس السيد المسيح بيحكي لنا عنه إنجيل يوحنا 10 كان بيحتفل بهذا العيد، عيد التجديد، تجديد تدشين الهيكل بعد ما طهره يهوذا المكابي. فسفر المكابيين الثاني ما هوش تكملة، ولكن هو جه عمل وقفة معينة عند الأحداث اللي حصلت قبل تجديد الهيكل وتدشينه، عن فترة الاضطهاد اللي شافها شعب الله في هذا الوقت، وازاي يهوذا المكابي قاده للنصرة، وازاي انه قدر يعيد تجديد الهيكل وتطهير الهيكل بقوة وبنصرة من عند الله. لان في بعض الناس بتفتكر ان سفر المكابيين الثاني ده تكملة للمكابيين الاول، لا، ده رسالة مكتوبة لليهود اللي موجودين في ارض مصر بنفس المعنى والمضمون اللي في سفر المكابيين الاول اللي كان مكتوب لليهود اللي موجودين في اورشليم. بكده يبقى خلصنا السفر الثاني من الاسفار اللي موجوده في الاسفار الغير في الاسفار المحذوفه او الاسفار القانونيه الثانيه. في حد يحب يسال سؤال في هذا الجزء؟ تفضلوا وسلم.